اهلا بكم مع فيديو جديد، او يعتبر الفيديو ده بارت 2 للفيديو الاولاني اللي هو هنتعلم فيه ازاي نستخدم الباتش ريندر او امر الباتش ريندر من غير اي بلجنز خارجيه، ان انا ارندر اكتر من كاميرا ورا بعضهم، وده هيسهل علينا شغل كتير بدل ما تفضل قاعد مستني الكاميرا الاولانيه تخلص عشان تقدر ترندر الكاميرا اللي بعد كده وهكذا. لا، تقدر تحط اي عدد من الكاميرات بتاعتك وتحطهم بالترتيب اللي انت عاوزه، وتقدر انك انت تعمل سيف للصوره باكتر من اكستنشن، ويعني مثلا .jpg .tif .png .exr، وانك انت تقدر ترندر كل صورة بمقاس غير التاني او بريزولوشن مختلف، وتقدر برضو تستخدم الريندر بريسيتس اللي احنا خدناها في الفيديو اللي فات، ان انا ازاي ارندر اكتر من سيتنجز، ممكن حاجة هاي كواليتي ممكن حاجة لو كواليتي للحاجات السريعة وهكذا. يلا بينا نشوف. سين عندي مثلا زي ده كده، في ثلاث كاميرات محطوطين، حاطط في ري كاميرا 1 و2 و3، وتقدر تزود زي ما انت عاوز اي عدد انت عاوزه. طبعا الطبيعي بتاعنا لو احنا مش عارفين طريقة الباتش ريندر، انك انت بتقف على اول كاميرا وتعمل الريندر وتستنى لغاية ما الريندر يخلص، بعد كده توقع يعني بتسيفه بتعمل له سيف، بعد كده تختار اللي بعده وهكذا. طبعا من ضمن الطرق برضو عشان تبقى الناس عارفة، لو انت عاوز صورة معينة تتسيف تطلع دايركت متسيفة عندك على الجهاز على طول، دي اوبشن كده موجود، انك انت ممكن من الريندر سيت اب بتنزل تحت على كلمة سيف فايل بتاع، لو علمت عليها بتقول له فايلز وتختار المكان اللي هيتسيف فيه الفايل بتاعك اللي ترندر. فطبعا بمجرد ما بتدوس كلمة ريندر وبتخلص بتلاقي الصورة بتاعتك موجودة بالاكستنشن اللي انت عاوزها. بس طبعا دي مش هتنفع تسيف اكتر من صورة، غير لو انت بتعمل ريندر انيميشن بترندر بقى فريمز ورا بعضها، بس دي حاجة تانية خليها دلوقتي ايه على جنب. هدوس هقفل دي خالص مش عايزها دلوقتي، وهنيجي بقى نشوف ازاي بعمل ريندر للريندر سيت اب بتاعي بطريقة الباتش ريندر. انا دلوقتي عندي ثلاث كاميرات، تقدر تحط اي عدد انت عاوزه. حاجة اقول له من كلمة ريندرينج هلاقي حاجة اسمها باتش ريندر. طيب هي كلمة باتش عامة هتلاقوها موجودة في برامج كتيرة، وهي عبارة عن انك انت بتعمل امر معين وهو بيبتدي يكرره على حاجات كتيرة. يعني مثلا عندنا في الناس اللي بتشتغل فوتوشوب عندنا حاجة اسمها اللي هو الادوبي بريدج، ده زي براوزر كده للصور وبيعمل منه، تقدر تعمل منه حاجات كتيرة، من ضمنها حاجة اسمها باتش رينيم. يعني مثلا حضرتك لو بتصور بكاميرا بروفيشنال تقدر تلاقي اسم الصورة بتاعك مثلا بتلاقيه 001 002 003، بيبقى ليها اسم كده ديفولت هو الكاميرا بتسميها. فمثلا سي انت عايز تسميها باسم مثلا ويدنج او باسم حاجة معينة، فبتقدر تعمل الموضوع ده، تسمي الاسم اللي انت عاوزه وتعمل باتش يروح هو عامل لكل الصور اللي انت محددها له تاخد الاسم ده. تمام، دي بتبقى حاجه تنظيميه. ففي الحاله بتاعتنا هنا احنا عندنا ايه؟ لا، عندنا الكاميرا بتاعتنا اللي احنا عاوزين نعمل لها ريندر. طيب ازاي الكلام ده؟ انا هعمل ديليت. انا دلوقتي هي سهله جدا ما فيهاش اي حاجه، بخش في الباتش ريندر مفتوح بقول له اد، انا عندي كام كاميرا هرندر؟ ثلاثه، فهقول له اد واحد اد اثنين اد ثلاثه، دي الثلاثه فيوهات اللي هيرندرها. بعد كده الموضوع ما هو الا انك انت بتعرف له الريندر بتاعك هيتسيف فين. فهاجي مثلا اقول له فيو 1، خلاص هنزل بقى تحت في السيتنجز بتاعته، حاجه اقول له ايه هو اسمه فيو 1، عايز تخليه اي اسم براحتك. بعد كده بيقول لك الفيو ده بيرندر ايه، كاميرا ايه، فهاجي في الكاميرا اقول له خليه كاميرا واحد. تمام، طيب وهتسمي السيفنج بتاعك او الاوتبوت بتاعك فين، فهاجي مثلا اقول له في الاوتبوت اعمل له مثلا سيف، هختار انا المكان عندي على الجهاز كده، هحدد بس مكان عشان بس ايه يسيف معايا. تمام، بعد كده بقدر ان انا الفايل بتاعي اختار اي اكستنشن انا عاوزها، اجي مثلا اقول والله انا عايز الفيديو يطلع جي بي جي، وبرده تسميه مثلا هسميه سي 1 يعني دي كاميرا 1، واقول له سيف. يبقى انا كده حددت ان فيو 1 بيقول لك هيرندر كاميرا 1 في المكان، ممكن تيجي من هنا كده تروح عامل كده، فبيقول لك هيتسيف في فولدر اسمه باتش اسمه سي 1. طيب ايه الريزوليوشن بتاعك اللي هو بيقول لك ان هو الديفولت؟ يعني ايه ديفولت؟ يعني حضرتك بتبص على الريندر سيت اب بتاعك المقاس اللي انت كاتبه له ده الديفولت بتاع الماكس اللي هو 1359 في 768. تمام، ده كده الريزولوشن اللي انت محدده له، ده تقدر انت تحدده براحتك. المهم ما ده معنى كلمه ان الريزولوشن بتاعه الديفولت، يعني هو هيقرا من اللي مكتوب هنا. طيب اجي بعد كده، ده كده تمام، اجي بعد كده مثلا كاميرا 2، عايزين بقى نغير الدنيا، حاجه اقول له الاول عرف لي ان ده فيو 2 هياخد كاميرا 2، وبرده هنختار المكان، ممكن اسيبه في مكان
تاني. بس انا بالنسبه لي حاجه مثلا اقول لا والله انا عاوز مثلا عندي على الجهاز هسيبه بس معلش في نفس المكان التاني، انا بسحب على ايه على شاشه تانية يعني، عشان بس ايه عندي داتا وحاجات زي كده ما تبقى زحمه عليكم. المهم هاجي بعد كده هقول له والله مثلا المره دي انا مش عاوزه لا جي بي جي، لا مثلا والله انا عاوزه بي ان جي، فهاجي اقول له والله السين ده مثلا بي ان جي او تي اي اف، خليه تي اي اف. تي اي اف بيبقى اكستنشن عالي للحاجات اللي هي الايه الهاي كواليتي. تمام، خليني بس اتاكد من السيف بتاعي ان هو مظبوط. تمام، هقول له هنا اهو سي 2 واعمل له سيف واقول له اوكي خلاص. طيب يبقى كاميرا 2 هتتسيف في نفس المكان اللي هي سي 1 وسي 2، واحده جي بي جي وواحده تي اي اف. طيب لو انا بقى دلوقتي عاوز اخلي مثلا كاميرا 2، كاميرا 2 عندي اللي هي دي اللي هو الفيو ده، خليني اوريه لكم يبقى شيدد. تمام، عاوزه يتعمل ريندر مثلا بمقاس اصغر اصغر من اللي احنا كبينه. فبمنتهى البساطه هقف، انا واقف على اتاكد ان انا واقف على فيو 2. لو عايز تغير الريزولوشن بتاعك يعني دي الديفولت اللي احنا اتفقنا عليه اللي موجود هنا، عايز مثلا اخليها مقاس تاني اصغر شويه، هروح بمنتهى البساطه وانا واقف على اسمها انزل تحت في كلمه اوفر رايد بريسيت اللي هي دي، هتلاقي عندك الويتس وعندك الهايت تقدر انك انت تكتبهم من هنا. فمثلا ممكن اجي اقول له ده خليه 800 في 600، يبقى ده كده يبقى الفيو ده بالذات. بس بصوا حتى كتب لك هنا الريزوليوشن بتاعك كام، ده 800 في 600. عايز تخلي واحده اكبر تقدر براحتك خالص خلاص. وبعدين نقدر ان احنا ايه برضو اقول له كده تمام اروح على اللي بعده. طيب احنا اتفقنا في الريندر او في الفيديو اللي فات ان انا ازاي اسيف البريسيت بتاعت الريندر، يعني انا دلوقتي كمان ده انا ممكن اخلي الصوره دي تتسيف بكواليتي عاليه او بكواليتي واطيه لو كواليتي. طب ازاي؟ احنا اتفقنا ان احنا عندنا كان في الريندر بتاعنا المره اللي فاتت في الفيديو اللي فات على طول، واللي ما شافوش يتفرج عليه هتلاقوا عندنا كنا قلنا في كلمه بريسيت كنا عملنا سيف، قلنا ام لو وام هاي على اساس ان انا سميته باسمي، يبقى هاي دي سيتنجز هاي كواليتي ودي سيتنجز لو كواليتي، وتقدر تعمل اي عدد انت عاوزه عن طريق السيف واللود من هنا زي المره اللي فاتت. تمام، انا دلوقتي مثلا ممكن اقول له انا عايز الصوره دي تترندر هاي كواليتي، او اجي في الثانيه دي اقول له لا والله انا عايز مثلا دي اللي هي على اساس دي ريزولوشن بتاعها قليل فعايزها تبقى بتتراندر بسرعه، عايز اقلل الكواليتي. فممكن لو جينا بقى نزلنا تحت هتلاقوا كلمه بريسيت اهي موجوده، هي دي اللي هي بتاعه الريندر اللي انت عاملها هنا دي. اجي اقول له والله بص اهي انا عايز لو، فكده هو فهم ان الصوره دي بالذات هتتراندر بمقاس اصغر ولو كواليتي. اجي مثلا في اللي بعدها اقول له والله برضو نفس القصه سي 3، يعني هي تقعدوا تعرفوا في الكاميرات واختار برضو ايه المكان اللي انا عاوزها تتشال فيه. خليني بس معلش السيفنج، هروح جاي هقول له مثلا في السين ده اهو هاجي اقول له خلي دي سي 3 خلاص، وبرضو اجي اقول له مثلا خليها المره دي بي ان جي ولا حاجه واقول له سيف، وبعد كده اقول له اوكي. طيب اهم حاجه بس تخلي بالكم من نقطه صغيره انا بحب في الباتش ريندر اعمله لما باجي اعمل خلاص فاينل ريندر، فكرته ايه تاني باكد، انك انت بتخلي الكاميرات تترندر ورا بعض، يعني بمجرد ما يخلص كاميرا واحده يخش على كاميرا اتنين ويسيفها ويعملها لك زي ما انت محددها له بالظبط. طيب انا دلوقتي لو عاوز مثلا ارندر نفس الكاميرا بس مثلا بكواليتي اعلى، اقدر اقول له دوبليكيت واروح جاي على السيتنجز واخش اغير فيها اقول له مثلا والله لا دي هتترندر لو كواليتي وهي هي نفس الكاميرا اهي، وبرضه اقول له ايه تمام كده خلاص كل حاجه. بس اخلي بالي من حاجه، انا عامه علشان قصه الريندر بحب دايما وانا بعمل باتش ريندر ان انا برندر بالباكت على اساس ان هو ايه ينجزني يعني. طبعا دي براحتكم، بس خلي بالك لو البريسات اللي انت عامل لها سيف اللي هنا دول هنا معموله مش باكت معموله بروجريسيف، يبقى هو هيمشي بنظام الايه البروجريسيف. طيب خلاص كده بمنتهى البساطه بمجرد ما حضرتك بتدوس ريندر بيقول لك ايه في باسز موجوده مرتين، فساعتها بقول له ماشي اوكي هيبتدي يعمل الريندر الاولاني يخش يرندر كاميرا واحد، بمجرد ما بتخلص بيخش على كاميرا اتنين. طبعا انا ظابط الكاميرات كده حاجه سريعه خلاص، ولو دوست ستوب لو عملت يعني هو طبعا لو سبته يخلص لغايه الاخر وهيعمل لها سيف زي ما احنا حددناها بالظبط، لو انا دوست ستوب بيقول لك بيطلع لك ايرور يقول لك ان هو كنسل الفيديو يعني بيكنسل الصوره دي وبيروح داخل اوتوماتيك على الصوره اللي بعدها. وطبعا نخلي بالنا وانت بتعمل ريندر اللي انت بتعلم عليه صح
هو اللي بيترندر. يعني لو انت عامل عليهم كلهم تشيك هيرندرهم لك كلهم، لو عملت مثلا على 2 3 يبقى هيعمل لك على اللي انت محددها له بس كده. ده هو ده ايه الفكره بتاعته، زي ما انتم شايفين حاجه بسيطه جدا وهيوفر لنا في الوقت. بصوا لو دوست ستوب للرندر هيطلع لي دلوقتي المسج اللي هي بيقول لك ايه، خلي بالك انك انت الصوره دي، بص روح داخل ايه على اللي بعدها. ساعات بيطلع لي المسج اللي هي بتاعت ان هو ايه يعني الصوره دي ايرور ما تسيفتش، فهيخش يعمل اللي بعدها. بتسيبه خالص لغايه ما بيخلص، بعد كده بتطلع في الفولدر اللي بره بتلاقي ايه الصور بتاعتك اتعمل لها سيف بالاكستنشنز بكل حاجه، بمقاسات مختلفه، برندر سيت اب مختلفه، بكل التفاصيل بتاعتها. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو التاني اللي هو الباتش ريندر، واللي ما اتفرجش على الفيديو الاولاني اللي هو ازاي نعمل سيفنج للريندر بريسيت هتلاقوا اللينك بتاعه موجود فوق، تريد تتفرجوا عليه لان هما الاتنين مربوطين ببعضهم. وانتظروني فيديوهات جديدة قريبة، وطبعا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير للقناة عشان يوصل لكل الناس. شكرا.